ناقشنا نظرية بارسيفال بالموضوع في مقطع سابق عندما كان الموضوع متعلق بالمركبات المتعامدة. ناقشنا هذا الموضوع وذكرنا أنه لو كان عندي orthogonal components أو orthogonal signals، فبالتالي هذه السيجنالز يمكن أن أمثلها بدلالة المركبات مالتها. وذكرنا في المعادلة فصيغة، أطلقنا على هذه الصيغة بنظرية بارسيفال. يمكن للطالب أن يرجع لهذا المقطع. زين، نقاشنا لهذا الموضوع أو لهذه النظرية هو مرتبط بعلاقة نظرية بارسيفال مع متسلسل فوريير. القاعدة اللي عندنا، واحدة من القواعد بتصنيف الإشارات، كان خاضعة بالشكل التالي: أنه يمكن تصنيف الإشارة الدورية أو تصنف الإشارة الدورية على أنها إشارة طاقة. يعني كان من ضمن التصنيفات اللي يمكن أنه تصنف بها الإشارة على أساس محتواها من القدرة ومن الطاقة. فكانت القاعدة اللي عدي أنه كل الإشارات الدورية هي تصنف على أنها إشارات قدرة. وبالتالي بما أنه متسلسلة فوريير تستخدم لتمثيل الإشارة الدورية، إذن هي إشارة قدرة. زين، السؤال: لو كان المطلوب من عندي أنه أنا أوجد قدرة سيجنال معين، يعني خلينا نفترض أنه أنا عندنا الإشارة هي G of T، هذه هي عبارة عن periodic signal، هذه إشارة دورية. بما أنه إشارة دورية يمكن أنه يعني أقدر أمثلها باستخدام متسلسلة فوريير، فبالتالي ممكن كتابتها بهذا الشكل، أنه هي عبارة عن C نوت زائد سيجما لمقدار قيمة الان من واحد إلى ما لا نهاية لمقدار السي ان كوساين ان أوميجا نوت تي زائد ثيتا ان. طبعا هذا التمثيل هو باستخدام صيغة الكومباكت، ويمكن كذلك تمثيلها باستخدام الصيغة الأسية. طالما هي دالة دورية فبالتالي يمكن تمثيلها بمتسلسلة فوريير للصيغة الأولى أو الثانية أو الثالثة. زين، السؤال: لو كان المطلوب هو إيجاد قدرة هذه السيجنال، يعني المطلوب هسه فايند البي اوف جي، أوجد القدرة مالت الإشارة. زين، القاعدة اللي عندي أنه تنص بالشكل التالي: قدرة الإشارة تساوي مجموع القدرات للمركبات اللي ممثلة بدلالة شنو؟ صيغة فوريير. أو بمعنى بما أنه هذه إشارة دورية وتصنف على أنه إشارة قدرة، إذن القدرة الكلية لهذه السيجنال تساوي مجموع قدرة شنو؟ متسلسل فوريير. قدرة متسلسل فوريير أحسبها على أساس القدرة للكمبونات مالتها. وهذا الكلام نفسه ينطبق عليه من إذا كانت الإشارة ممثلة بالصيغة الأسية. زين، رياضيا شلون راح أبدي أمثل هذه العلاقة؟ زين، خلي أفترض الإشارة مالتي ممثلة بهذه الصيغة اللي هي الكومباكت. إذا القدرة الكلية أقدر أحسبها بالشكل التالي: القدرة الكلية للسيجنال تساوي مقدار قيمة السينو سكوير زائد نصف سيجما لمقدار قيمة ان من واحد إلى ما لا نهاية لمقدار قيمة السي ان سكوير. زين، هذه هي القدرة الكلية حسب نظرية بارسيفال. زين، السي نوت هذه، طبعا السي نوت هو نفسه مقدار قيمة الاي نوت، اوكي. السي ان قلنا عندي قاعده لايجاد مقدار قيمه السي ان بدلاله المركبات الاي ان والبي ان، باعتبار السي ان هي عباره عن تحت الجذر اي ان سكوير زائد بي ان سكوير، هذه مقدار قيمه السي ان. فبالتالي اقدر احسب الاي ان والبي ان اللي هم يمثلون الكوفيشنت للتراجنومتريك فوريير سيريس، واطلع من عندها مقدار قيمه السي ان. فاذا اريد احسب مقدار قيمه القدره بالواط، القدره الكليه، فراح اقول هي سينو سكوير زائد نصف هذه الكوفيشنت. زين، هذا الكلام انه لو كانت الصيغه مالتي ممثله بصيغه الكومباكت. طيب لو كانت الاشاره مالتي اللي هي الاشاره دوريه ممثله بصيغه بالصيغه الثانيه اللي هي الصيغه الاسيه، فالقاعده بالشكل التالي. يعني راح افترض انه جي اوف تي مالتي هي عباره عن مقدار قيمه الدي نوت زائد سيجما لمقدار قيمه الان تساوي من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه على الا تكون ان تساوي صفر باعتبار ما اخذها هنا بالدي نوت، لمقدار قيمة الدي ان مضروبة في جي اكسبونينشال جي ان اوميجا نوت تي. هذه هي الصيغة اللي سميناها بالصيغة الأسية، هذه الصيغة الأسية المتسلسلة فوريير. طيب هسه لو كان المطلوب هنا انه اوجد القدرة الكلية حسب نظرية بارسيفال، فالقدرة الكلية حسب نظرية بارسيفال راح يمكن كتابتها بالشكل التالي: انه مقدار قيمة القدرة اللي هي البي اوف جي، قدرة الإشارة جي، تساوي هي عبارة عن سيجما لمقدار قيمة الان من زائد ناقص ما لا نهاية لمطلق دي ان الكل سكوير.
طبعا هذا الدي ان اللي هو الكوفيشنت بالنسبه لمتسلسله فورير الاكسبوننشال فورم حسب القاعده مالته، وبالتالي القدره الكليه تساوي ان مجموع للقيم المطلقه مالتي، لان راح اخذ فقط الابسوليت فاليو. طيب بما انه الدي ان مالتي هذا الكوفيشنت نصنفه باعتبار هو ايفن فانكشن، او بمعنى انه مطلق الدي ماينس ان يساوي لي مطلق الدي للبوزيتيف ان، وقلنا هذا الان هو زائد ناقص ما لا نهايه، يعني تد قيم موجبه وقيم سالبه، فبالتالي القيمه المطلقه للدي ان اللي انت ناظر عندي، يعني من اجي ارسم الطيف مالت علاقه الدي ان هنا مع الاوميجا، هذه راح تكون متناظره ايفن فانكشن، فبالتالي قيمتها بالجزء الموجب قيمتها بالجزء السالب، فبالتالي لقيم ان السالبه هي نفسها لقيم ان الموجبه، فبالتالي هذا القاعده تطبق. زين اذا تحقق هذا الشرط اللي عند اللي هنا ايش راح يكون عندي هسه هنا؟ القاعده مالتنا راح تكون بالشكل التالي، انه القدره الكليه لهذه المعادله ايش راح يصير عندي؟ انه مقدار قيمه القدره الكليه للسيجنال راح تكون مساويه الى مقدار قيمه الدينو سكوير زائد 2 سيجما لمقدار قيمه ان تساوي من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه لمطلق دي ان سكوير. اخلي المعادلتين قدامي هالشكل، واذا اقارن ما بين هذه الصيغه، هذه القدرة الكلية إذا كانت الإشارة ممثلة بالصيغة الأسية، وأريد أخلي المعادلة اللي جواها القدرة الكلية تساوي حسب المعادلة ذكرناها قبل شوية للصيغة الجيبية، فأقول هي تساوي لنا سينوس سكوير زائد نصف سيجما لمقدار قيمة أن زائد ناقص ما لا نهاية للسي أن سكوير. خلي اشوف الفرق والتشابه. اولا هذول المركبات احنا ذكرناهم مساوين، يعني ذكرت انه قيمه السي نوت تساوي مقدار قيمه الاي نوت واللي هي نفسها الدي نوت، لذلك نفسها بالحدين دي نوت سكوير سي نوت سكوير. زائد هنا عندي 2 هنا عندي نصف، ذكرنا ملاحظه في مقطع سابق انه الدي ان كوفيشنت يساوي نصف مقدار قيمه السي ان كوفيشنت، لذلك هنا الفرق انه 2 هنا نص، بمعنى انه اذا اريد اخلي المعادله اللي هنا ارجعها بنفسها، هذه الكميه هي نصف هذه الكميه، يعني السي ان كوفيشنت هو نصف الدي ان كوفيشنت، او الدي ان كوفيشنت هو ضعف السي ان كوفيشنت، لذلك هنا انا عندي 2 هنا انا عندي نص. اذا القاعده اللي عندي هسه اللي هنا أنا، اذا اريد اوجد مقدار قيمه القدره لاشاره دوريه، وكانت هذه الاشاره ممثله باستخدام مقدار قيمه ممثله باستخدام الفورير كوفيشنت، كل ما هنالك نطبق نظريه بارسيفال. نظريه بارسيفال تنص على انه اوجد الدي ان او السي ان او الاي نوت، واوجد مجموع مطلق تربيع، يعني مقدار قيمه القدره راح تكون مساويه الى مجموع مطلق تربيع للكوفيشنت، سواء كان دينو سكوير دي ان سكوير سي ان سكوير، مطلق في كل الاحوال راح تكون هي الكميات هنا كميات موجبه، على الرغم من انه ما خلي هنا سي ان مطلق، لكن هو لوجود التربيع راح يكون دائما تكون الكميه هذه هي كميه موجبه. زين هذا هو نص نظريه بارسيفال. الملاحظه اللي هنا عندنا نريد نثيرها انه باختلاف المصادر اللي تناقش نظريه بارسيفال راح توجد اكثر من صيغه، يعني قد في مصدر ثاني ما راح تلقى نظريه بارسيفال تطبق بهذا الشكل رياضيا، لكن كمحتوى علمي وكنتيجه نهائيه متطابقه، فبالتالي الصيغ مختلفه لكن النتيجه واحده، كل نفس المبدا تعتمد كل الكتب وكل المصادر اللي تناقش نظريه بارسيفال، سواء كان متعلق بموضوع الاورثوجونال سيجنالز او الاورثوجونال كومبوننت او الفورير سيريس بالصيغه ثلاثه، راح تكون كنتيجه نهائيه نفس المحتوى. اذا القاعده اللي عندنا اللي هنا او الفائده اللي دائما نذكر بها الطالب او نعلم بها الطالب، نقول له يابا انه ممكن ايجاد مقدار قيمه القدره للسيجنال باستخدام التكامل، وهذا الطريقه ناقشناها بموضوع او بالمقطع المتعلق ب كيفيه تصنيف الاشارات، اذكرنا ملاحظه او قاعده رياضيه تعتمد على التكامل لايجاد مقدار قيمه القدره للسيجنال. النقطه رقم 2، الاسهل انه انا ما احل تكامل وادخل في تفاصيل رياضيه بعمليه حل التكامل، وقد تكون الداله الرياضيه معقده يتطلب من عندي انه لازم استخدم طرق التكامل، وقد اكون جاهل بغير ملم بكل خفايا كيفيه تطبيق النظريات الرياضيه المتعلقه بطرق التكامل، وبالتالي انه ما حصل نتيجه
أخطأ في إيجاد القدرة، الطريقة الأسهل إنه استخدم نظرية بارسيفال. نظرية بارسيفال كل ما هنالك إنه أنا عدي الكمبونت مالتنا، أخذ لها مطلق تربيع وأجمعهم وحصل على مقدار قيمة القدرة الكلية اللي موجودة في هذه السيجنال. باختلاف المصادر قلنا ماكو نتي ماكو ما عندنا مشكلة، النتيجة واحدة، إنه تعتمد على الكوفيشنت للفورير سيريس سواء كان بصيغة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأخذ المطلق تربيع لهذه وأجمعهم وحصل على القدرة الكلية.